أسمعتني كلامك. فقال الله عز وجل: إن لي عبادا يا موسى، إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان، أكرمهم بشهر رمضان وأنا أقرب إليهم منك، فإني كلمتك وبيني وبينك 70,000 حجاب، فإذا صامت أمة محمد شهر رمضان وبيضت شفاههم واصفرت ألوانهم أرفع تلك الحجب وقت إفطارهم. يا موسى طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان، فإني لا أجازيهم دون لقائي، وخلوف أفواههم عندي أطيب من ريح المسك، ومن صام يوما من رمضان استوجب عندي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال موسى: يا ربي أكرمني بشهر رمضان مثلما أكرمت أمة محمد صلوات الله عليه. قال الله عز وجل: هو لأمة محمد.